محمود، أخو الدكتورة سماح سمير أحمد حجازي اللي اعتقلت من السيارة بتاعتها هي وزوجها يوم 27/12/2013 من أمام جامعة الأزهر. طبعا راحت اسم أول انضربت واتهانت هناك، وتم تهديد جثة إن هو يمضي على المحاضر لما يتم الاعتداء عليها. اترحلت في القناطر، طبعا معاملة سيئة، كل سمع بالتعديات اللي تم الاعتداء عليها والانتهاكات اللي حصلت لها. انضربت، اتهانت، اتجردت من ملابسها نهائيا، وتم حبسها اكتر من يومين او دخل في 3 ايام في الحمامات لغايه ما اترحلت لسجن الابعديه في دمنهور. طبعا الدكتوره سماح يعني هي مميزه بالاخلاق بتاعتها، بالانسانيه، وده البنات اللي كانت معاها وخرجوا بيحكوا، وبسمع يعني سمعتهم هم بيحكوا على القنوات بان الدكتوره سماح كانت هي الام والاخت لهم. بالناشد للعالم كله، الدكتوره سماح سايبه طفلين اتنين، منهم فين امهم وفين ابوهم؟ ابوهم معتقل في سجن ابو زعبل، حنين 8 سنين، محمد 6 سنين و5 شهور بالظبط. انا بعد 5 ساعات مواصلات رايح وخمسه جاي بالاطفال عشان يشوفوا والدتهم، يعني معاناه ما فيش بعد كده. يعني انا كل طب هي القضيه وصلت لايه؟ القضيه حضرتك وصلت ان هم خدوا 3 سنين و100 الف جنيه غرامه تظاهر بدون تصريح مسبق. في زيارات بتروح لها؟ كانت زياره كل 15 يوم. تمام، بتحكي لكم بتقول لك ايه اول؟ لا هي طبعا هناك بتقول لي انا يعني اللي مهون عليها الاستاذه مهنار المصري، فبتقول لي انا مش عارف لما تطلع انا هعمل ايه، ممكن يحصل لي حاجه لان هبقى في عزله. يعني طبعا كل 15 يوم ومفيش حد هيبقى معاها او يتكلم معاها. طب هي حكيت لك ان بيحصل لها حاجه مثلا في السجن؟ لا لا لا، حاليا دلوقتي في سجن الابعديه معامله كويسه، معامله حسنه. اما في سجن القناطر احنا ذات نفسنا كنا بنتعامل معامله سيئه في سجن القناطر. حصل ايه هناك مثلا؟ يعني احنا كان هناك معروف احنا الاخوان، اخليكم على جنب الاخر خالص. طبعا الجنايين هناك كانوا يخشوا يا ضحايا، احنا ما نعرفش نتكلم حضرتك ولا نطلب بالزياره بتاعتنا او الكلام ده، لا. وقت الزياره حتى قليل جدا كان في القناطر. طبعا تم الاعتداء عليها، تم شتمها، اهانتها، ضربها، قال لها ان انت من الخوارج. اترحلت من سجن القناطر لسجن الابعديه بطريقه يعني غير انسانيه خالص. طب اخر كلمه كانت بتقول لك ايه مثلا وهي في السجن؟ طالب ايه؟ ما في بيطالب ايه يا عيال؟ خلي بالكم من العيال، واحده ام تركه حنين ومحمد في سن من 8 سنين، حنين ما كملتش 8 سنين، محمد 6 سنين و5 شهور. طب والجامعه ما بتعملش اي حاجه؟ لا حضرتك هي دكتوره رئيسه الطوارئ في مستشفى منشيه البكر، للاسف نقابه الاطباء ولكن فيها دكتوره محبوسه ولا اي حاجة. لا النقابه ما عملتش اي حاجه خالص. ربنا يصبرك وان شاء الله.